خالته ببيتهم، هو راح جاب خالته من البيت ويدري بيها هي راحت بات يمهم. راح ايش سوى؟ اتفق ويا صديقه والمفاتيح يمه، راح البيت وهي مأمنه عليه بعد ابن اختها، ليش ما يروح البيت خالته زين ويسرق من البيت مالته، لانه بيتهم فارغ ويعرف ما حد موجود. سرق من عندها 7 مليون دينار، وسرق ايضا ذهب ما يعادل 7 مليون. طبعا هذه الحالة ربما تشكل صدمة لدى بعض الناس، يقول لك أنا وصلت ابن أخوي، لو ابن أختي ما أثق بي، هي مخابرة علي وقالت تعال خذني ومطيتها المفاتيح، يروح يسرقها بهذه الطريقة. عموما كاميرات المراقبة كشفت كل شيء وتم إلقاء القبض عليه واعترف بكل شيء، خراطهم كلهم حشاهم. خلونا نتابع. إلى وزير الداخلية، عندك رجال شجعان، عندك رجال أبطال، مدى أمدح بهذول العالم، بس حادثة تصير وياي لازم أحكيها، اللي أنا الناس تدز لي فيديوهات أحكي عنها، ما أحكي عن حادثة صارت وياي جوز هسه كانوا مصفيني. خالتي بعد اثبات يمني خابرتني، قلت لي تعال خذني، رحت اخذتها رجعتها لبيتنا، باتت يمني، طبيت الغرفتي سيدي، قمت اشرب. فبهاي الاثناء سيدي انا دا اشرب، خابرني صاحبي قال لي تعال لي، لما اقدر اطلع انا دا اشرب، من اشرب ما اطلع، قال لا تعالي شغله سيدي، شغل الدراجة ورحت للحديقة مال بياع. فسيدي أنا قبل قايل لخالتي بعد تشتري السيارة أبويا، فعدنا علم يعني عدها فلوس، فقال لي خلنا نطب نروح للبيت خلنا نأخذ الفلوس، وأنا شاعت مفاتيح يمي مال خالتي أنا جبتها. فرحنا للبيت سيدي، دبينا الدراجة ورجعنا مشي من البياع لبيت خالتي، كنا لابسين كمامات وأنا لابس شفقة ويا الكمامة. فوصلنا لبيت خالتي من البيع للسيدية يم جامع صديق، فوقفنا يم الباب، أنا فكيت الباب بالمفاتيح وطبيت جوا البيت، وصاحبي راح افتر طلع على الشارع العام. أول ما عبرت الباب مال البيت صار بيناتنا اتصال، طبيت صار اتصال دقيت عليه جاوبني، فظل يراقب لي يشوف يخاف أحد يجي، خاف خالتي رجعت شي. فأنا صعدت غرفته فكيت الكنتور، دورت لقيت فلوس عراقي وذهب، اخذتني وطلعت. طلعت داعت فيها قال لي ها لقيت، قلت له اي لقيت. فطلعت ادور عليها ماكو، بالتليفون قلت له انت وين؟ قال لي انا على الشارع العام، هذا اللي وديك على الجاذبيه. قال لي تعال لي. فمن طلعت لقيت اثنين ولد قاعدين، فاني عرفتهم بعيدين عليه، فرحت له قال لي امشي خلي روح، قال لي قلت له ما حاب اروح، قال لي امشي. احنا انا قعدنا بالحديقه تقاسمنا الفلوس، هو اخذ المبلغ واخذ الذهب، بعدين احنا انا صعدنا تاكسي، بعدين نزلنا يم البنزينخانه مال البياع وتمشينا، بعدين انا وصلته، وثاني يوم صار اتصال بينه وبينه، واحنا صرفنا الفلوس الى دولار، وانا رحت للشغله وراح الشغله.